الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن. شو حطيتي أكل؟ قلت لك سندويشة جبنة. يا صباح الخير، يا صباح الفل الياسمين، كيفكم؟ صباح، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. انتم عم تشوفوا فيديو اليوم، اهلا وسهلا فيكم كلكم، نورتوا قناتي. اهلا وسهلا بصباح الجداد اللي انضميت لقناتي جديد، برحب فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. هون بعد ما رجعوا الاولاد على المدرسه ورجعت للنظام القديم، صراحه كنت مستفقده لهذا النظام من زمان، كان الاولاد قاعدين بالبيت وما كنت احسن اطلع هيك براحه لما يكون زوجي بالبيت، كنت متقيده بزوجي يعني ياخذ الاولاد معهم او يقعد معهم بالبيت لاحسن اطلع، بس هلا صرت اطلع براحه، بروحوا على المدرسه وبروح بعمل اللي بدي اياه بعدين برجع وبكون لسه عندي وقت يعني منيح. هون عم بعمل نسكافيه لانه بحب، انا عم بركب البسكليت بس اتعب اقعد بشي مكان واشرب النسكافيه اللي انا بساويها، صراحه كثير بقول انه خلص بطلب من الكافيه نسكافيه بس كل ما بطلب من الكافيه بندم على المصاري اللي بحطها لانه ما بتطلع مثل الطعمه اللي انا بساويها بالبيت، فلهيك صايره هيك بعمل انا نسكافيه اللي انا بعملها بالبيت وبطلع وبشرب من تبعي احسن ما اشتري من برا واندم. مثل ما شفتوا حطيت واقي شمسي على وشي قبل نص ساعه من وقت اطلع من البيت لازم يعني مشان ياخذ مفعوله. الواقي الشمسي اللي بجيبه ماركه لاروش بوزي، بجيبه من موقع ترنديول، بتيجي علبتين مع بعض يعني عرض. اذا بتحبوا احط لكم رابط الواقي الشمسي باول تعليق. هو للبشره، لكل انواع البشره، انا بشرتي مختلطه، في للبشره الحساسه وللدهنيه وللجافه، بس هذه اللي انا جبته لكل انواع البشره وما في له لون، يعني في كتير واقيات شمسيه بتجيبيها له لون، لا هذا ما له لون. لازم كتير نحط واقي شمسي قبل ما نطلع من البيت من الساعة 10 للساعة 4 لو كانت مغيمة الدنيا، لأنه في أشعة مضرة بتفوت لبشرتك حتى إيديكي وبتخلي يطلع لك تحسس، بقى لون بني وأسود مع مرور الزمن، كمان بيطلع لك تجاعيد بشكل أسرع.
هلا هون حبيت روي بلبن صراحة، شفت طريقته على النت ولقيت الطريقة كتير سهلة. حبيت اعمل بكمية قليلة، جبت كيلو حليب مثل ما شفتوا حطيته بالطنجرة، خليتهم ليغلوا هيك دقيقتين وبعدين شلتهم على جنب لحتى يبردوا. ما لازم يكونوا كتير باردين ولا لازم يكونوا سخنين، لازم تحطي اصبعتك بالحليب وتعدي للخمسة انه اصبعتك تتحمل للعدد خمسة. وبعدين جبت هي الزبدية حطيت فيها معلقة لبن اللي هو الزبادي، وكل كيلو حليب بده معلقة واحدة من اللبن. حطيت معلقة واحدة واخذت شوي من الحليبات دوبتهم فيهم وبعدين كتيتهم فوق الحليبات وحركتهم هيك تحريكة بسيطة. بعدين بتحطيهم بمكان كتير عتمة يكون دافي كتير، اذا ما كان دافي وعتمة ما بيزبطوا معك اللبن. اذا عندك هيك حرامات حطيهم فوق الطنجرة مشان يزبط. هلأ تركتهم على جنب بدهم 6 ساعات لحتى انقلهم من المجلى للبراد يعني للمساء. هلا هون طلعت على البلكون بدي ساوي هذا المنشري اللي عندي، الصراحة هذا صار له عندي 3 سنين، كتير ظريف، البلاستيك تبعه كتير منيح، بس صراحة خرب عندي بسببي انا، يعني الغلط مني انا، لانه قد يطلع عندي هواء مو نسمة هواء خفيفة، لا يكون هواء يعني عاصفة، فبتركه يعني كسلان يعني ما فوته لجوا. فكون ناشرة عليه كتير تياب تقيلة، وهو على فكرة كتير بيتحمل وزن كتير من التياب يعني وما بينكسر، فكون ناشرة عليه تياب كتير تقيلة ويجي هذا الهواء بقول يلا هلأ بيخلص ولا بيخلص، بعدين برجع بلاقي قالب هو والتياب سوا، يعني المنشر والتياب قالبين على الأرض، وقلب الصراحة شي 10 مرات فما عاد تتحمل يعني انكسر. فقلت للزقه بالسيليكون، يعني حوينته صراحة غالي وما حلاقي مثله لانه كتير ماكن، يعني بنصحكم الصراحة فيه، بس ما عم قلكم الغلط مني اذا بدكم تجيبوا منه، اذا طلع هوا فوتوه لجوا. هلا هون حبيت اعمل وافل، من قبل بيوم كنت عاملتها فزايد، فقلت لساوي كنت شابة ما كنت مثلا أدخن مثلا أو ما كنت صح، وهي رياضة الزمن الواسع لسه ما بيعرفني أحصل على الزمن الواسع يطار بيساوي كنا نساوي يطار دك كنت تساوي أنتم
عندي مدة نص ساعة لازم أقعد أحفظ فيها تركي، مصطلحات جديدة، جمل جديدة، كلمات جديدة. بهي النص ساعة يعني الصبح، الظهر، المساء، إمتى ما لقيت حالي فاضية بقعد وبحفظ ويعني بغصب حالي إني أحفظ الصراحة، لأني أنا من الأشخاص اللي ما بحب الحفظ أبدا، بحب شغلات الفهم يعني. فبضطر إني لأني قاعدة بهي البلد بضطر إني أحفظ هي الجمل والكلمات غصب عني، وبحط ساعة جنبي منبه يعني مشان بحس انه بتشجع، يعني بحس انه هالوقت رح يخلص، ها يلا وهانت خلصت. المهم خلصت النص ساعة، فت على غرفة ابني الصغير تيم لانه بدي مد له السجادة بغرفته، صار عم يصير المساء برد وحتى بالنهار يعني عم يصير برد، فهو كتير بيقعد بالارض من يومين بطنه صار يجعه الصراحة اخذ برد، فحبيت اني مد له السجادة لحتى اذا قعد بالارض ما ياخذ برد. مثل ما شايفين مغيرين ولادي تنظيم غرفة النوم تبعهم، يعني حتى غرفة ابني الكبير. في يوم كنت قاعدة بالمطبخ عم بطبخ وهن قاعدين بالغرفة ما مسمع لهم حس يعني، وبعدين ما لقيت غير اجوا نادولي قالوا لي ماما تعالي شوفي الغرفة كيف ساويناها. طلعوا مغيرين التخت، مغيرين الشوفونير، مغيرين الخزانة، اماكن الخزانة، تعي ماما عاملين لك مفاجأة، ومبسوطين بحالهم يعني انه عاملين شيء كتير حلو هيك. المهم ما حبيت اكسر بخاطرهم، قلت لهم ايه كتير حلو هيك، بس انه تاني مرة انا خفت الخزانة تقلب عليهم، تاني مرة انتبهوا لازم يكون بابا وماما معكم لانه الخزانة بخاف تقلب عليكم وهيك يعني. المهم بعد يومين قال لي تيم انه انا ما حبيت التخت مثل ما كان، ما عم برتاح بالنوم، رجعي لي اياه مثل ما كان. فمثل ما شفتوا رجعت له التخت هيك على الشباك مثل ما كان، ومديت له السجادة. هلا هون بعد 6 ساعات البنات عندي صاروا جاهزين، شلتهم شوي شوي حطيتهم بالبراد، بدهم لتاني يوم الاحسن اخذ منهم. هون حبينا نروح على قلعة قيصري، هي القلعة من فترة رمموها وجددوها كتير حلوة من جوا، كان الجو كتير حلو، فتنا لجوا فيها كافيهات، فيها مطاعم، حبينا نقعد بمطعم هيك ناكل اكلة حلو، وجوا بتلاقوا في محلات هيك بيبيعوا هيك قطع اثرية، فيها كمان متحف اثري. Thank you.
شو كيف حبيتهم؟ كتير طيبين. هلا هون باليوم الثاني مثل ما شفتوا البنات صاروا جاهزين عندي، كتير طعمتهم طيبة، زوجي كتير حبهم، ولادي صراحة حابة اجيب كمية منيحة لحتى اعمل فيها الشاكرية واكلات اللبن، كوسة بلبن وهيك، لشوف كيف طعمتهم بتكون. مثل ما شفتوا طلعت شلت التياب نشفوا عندي. هلا هون هي المكواية الصغيرة عم ساوي شغلة، يعني ازيت، انا بحب ازي بالبيت ما بعرف ليه. المهم عندي هي الخزانة تبع الاحذية من فوق الباب تبعها، هيك الخشب تبعها من شايل يعني، فما بعرف شو اجا وخطر ببالي اني احط المكواية عليها، بركي اذا كان فيها لزق تلزق مرة تانية. فشوفوا شو صار، شالت اكتر يعني، لو نزلت المكواية لتحت كان كله يعني الخشب رح ينشال. فبعدين فورا قلت خلاص رح لزقها بهذا اللزق، مع انه ما بحب كتير هذا اللزق لزق فيه، لانه اذا غلطة واحدة بصير هيك من على الجناب لونهم اصفر، وكمان بلزق على ايدي كتير بشع، فما بحب كتير استخدمه. بس قلت خلاص شو ساوي لحا لزقه فيه، بس الحمد لله انه ضبط يعني، وساويت الخزانة ورجعت جديدة.
مثل ما شفتوا بالمطبخ عملت ورا الخزانة تبع الميكروويف وورا الكولر تبع المي، كان كتير متوسخ. كمان نظفت الخزانة كلياتها، كانت مشحرة وهيك. انا بخ من مزيل الدهون كتير ظريف صبايا، بجيبه من شوك و101، كمان ايوز بير كمان موجود منه. حط لكم رابط الصورة بأول تعليق اذا بتحبوا تفوتوا وتشوفوه. وكمان سويت باب غرفتي، عندي بابين، باب الحمام وباب الغرفة، كمان متوسخين، كمان نظفتهم. المكان اللي بيكون فيه شحار وما بيروح بنطفه بمزيل الدهون، كتير بينضف بشكل سريع وبصير ابيض يعني عميل ما. هلا هون صار وقت اني احضر الغداء قبل ما يجوا الاولاد من المدرسه. رح اساوي لحمه بعجين. صراحه هي الاكله دائما كنت اشوفها واقول انه يا الله شو صعبه، كيف ممكن نساويها؟ يعني دائما كنت اشوفها ومستحيل اني احسن اساويها، انه صعبه عجينه وعلى الغاز وهيك ما رح اقدر اساويها. بس هون قلت خلاص يا بنت قوي حالك واعمليها، وما توقعت انه تكون بهالسهولة تكون طيبة. مع انه على فكرة وقت اكون عم صور وعم بطبخ بلاقي الطبخة صعبة اكتر من وقت اكون انا ماني لابسة حجاب وما عم صور. ومع هيك هون اول مرة بساويها وعم صور ولقيتها كتير سهلة وطيبة كتير. مثل ما شايفين هون حطيت 3 كواب طحين، حطيت معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 3 معالق زيت زيتون. بس هي العجينة يعني ما بدها شيء تاني. والمي صرت تضيف مي شوي شوي، يعني انا حطيت هون 1.5 كوب، اخذ معي مي، كمية مي هو 1.5 كوب. مثل ما شايفين عجنت بهي الخشبة. صراحة انا لو ما كنت عم صور كنت عجنتها بالعجانة، لانه عن جد العجانة كتير بتريح. بس انا بتابعوني عالم ما عندهم عجانة وحاليا ما قدران يجيبوا عجانة، فاحيانا مشان شجع الصبايا احيانا بعجن بايدي، احيانا بعجن بهيك الات يعني مختلفة. مشان اللي ما بيقدر يجيب عجانة ممكن يقدر يجيب هي الشغلة او يعجن بايده، فبحب على طول نوع. يعني مثل ما شايفين عجنتها لازم تكون طرية. يعني هون صرت هيك كورهم، حطيتهم بهي الصينية مرشوش عليها طحين وبتغطيهم، خليهم يرتاحوا تقريبا 10 دقائق لبين ما تساوي الحشوة، مو الحشوة يعني اللحمة اللي بتحطيها على القرص تبع اللحمة بعجين. هلا هون عم بعمل الخلطة تبع اللحمة. بدها بندورة، فحطيت بندورتين، لازم تكون مقشرة. فمثل ما شايفين قسمت البندورة من فوق هيك على شكل إشارة ضرب، وبعدين حطيتها بالمي السخنة تقريبا 2 دقيقة وبتشيليها وبتتقشر القشرة بكل سهولة. مثل ما شايفين حطيت كمان فرمت بصلة ناعمة، وأنا حاطة 1/2 كيلو لحمة ناعمة. وهلا هون عم بفرم البندورة، كمان بدي افرم فليفلة حمرا ناعم، كله ناعم لازم يكون، وبقدونس ناعم، وبحطهم فوق اللحمة. Thank you.
هلا هون بعد ما فرمت كل الخضره حطيت البهارات اللي هن ملح فلفل اسود وبابريكا، كمان حطيت زيت الزيتون 4 معالق كبار، حطيت معلقه كبيره من دبس البندوره، معلقتين من دبس الرمان، خلطتهم هيك كلياتهم مع بعض. هلا بجيب من هي العجينه اللي كورتها من الاول، بحط وحده وحده، وبحط شويه طحين، ما لازم يكون هيك عم يلزق يعني، رشيله طحين من الوش ومن الظهر ومديها ضلي رقي فيها لحتى يصير هيك شكلها مدور ورقيقة. بعدين بتمدي على الوش من اللحمة اللي ساويناها بإيدك يعني هيك طبقة رقيقة، لأنه هنحطها على الغاز مشان تستوي. مثل ما شفتوا تحطوا المقلاية على الغاز، ما تحطيه لا زيت ولا زبدة، بس تكون حامية يعني المقلاية، بتنزلي اللحمة بعجين بقلبها وغطيها مشان اللحمة تستوي من البخار. تقريبا ما بتاخد كتير يعني دقيقة دقيقتين بتكون استويت، كتير سهلة. بتحطي وحدة بتشيلي وحدة. هون عم بعمل لبن عيران، بحب اللبن عيران جنب اللحمة بعجين. حطيت اللبنات اللي انا ساويتهم قبل بيوم، حطيت بالابريق نص لبن وربع مي، وبتحطي ملح على حسب الرغبة وبتخلطيهم بصيروا لبن عيران. هلا هون ولادي طلبوا مني اعملهم بوشار. عندي هي الآلة، بتحطي درر بوشار بقلبها من دون زيت، بتساوي لك البوشار. بس صراحة ما بعرف، حسيت انه ما بيلزق البهارات عليها من دون زيت، فحبيت احط لها شوية زيت للدرر قبل ما احطها بالآلة، فحسيت انه البهارات لزقت عليها اكثر من وقت ما تحطي لها زيت. وعملت كمان الزهورات عندنا برا بالبلكون، كان الجو حلو. ولهون بيكون انتهى الفيديو تبع اليوم، بتمنى يكون عجبكم. اذا حبيتوه ما تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة. بحبكم كثير، سلام.